النبتة التي لا تقارن بغيرها، ده مش رأيي فيها، لا ده أحد أسمائها فعلا، أو طريقة الإشارة ليها في نصوص الطب القديمة في الأيرفيدا. كانت بتسمى كمان Guardian of the Heart أو حارس القلب. كان بيطلق عليها الاسمين دول لأن هي فعلا كانت النبتة التي لا تقارن بغيرها في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم المرتفع. أرجونا نبتة منسية محدش بيتكلم عنها كتير، بس احنا هنتكلم عنها النهاردة لأن هي تستحق. حلقة قصيرة وسريعة لكن مهمة جدا لكل الناس اللي بتعاني من أمراض القلب، الأوعية الدموية وارتفاع الضغط والكوليسترول. وأفكركم سريعا إن حجز الاستشارات بيتم عن طريق الموقع الإلكتروني، سواء استشارة أونلاين عن طريق الفيديو كول أو إن أنتوا تشرفوني بالزيارة في مكتب دبي. وما تنسوا تعملوا لايك وشير للحلقة وسبسكرايب للقناة لو أنتوا أول مرة تشوفوني، ويلا بينا نبتدي. أنا ندى حرفوش ودي قناة والبي. بنتكلم عن نبتة أرجونا ترميناليا، ودي في الأساس عبارة عن شجرة موطنها الأصلي في الهند وبنجلاديش وسريلانكا. الشجرة دي كل أجزائها الجذور واللحاق والأوراق والثمار بتستخدم في علاج عدد كبير جدا من المشاكل، طبعا من قبل ظهور الطب الحديث المعروف بشكله الحالي بآلاف السنين، خصوصا اللحاق. هقول لكم كانوا بيستخدموه لإيه؟ كانوا بيستخدموه كمقوي للقلب، طارد للبلغم، لعلاج الكسور، القرح، الإفرازات المهبلية، السكر، فقر الدم، تليف الكبد، وكانوا بيغلوا اللحاق وبيستخدموه لعلاج القرح، أو يحرقوه ويستخدموا الرماد بتاعه للدغات التعابين ولسع العقال. في منطقة تاميل نادو بالتحديد كانوا بيغلوا مسحوق اللحاق ويستنشقوه لعلاج الصداع، وبيستخدموه كمان لعلاج التسوس. أما معجون الفاكهة كان بيستخدم موضعيا لعلاج الجروح، وعصير الأوراق كان بيستخدم لعلاج ألم الأذن، وفي مناطق تانية من الهند كانوا بيستخدموا مسحوق اللحاق لأمراض القلب كمضاد للحموضة. أرجونا كانت نبتة مهمة لدرجة إن شكراداتا، حد هيقول لي مين شكراداتا ده؟ احنا ناقصين، سايبينك من الصبح عماله تقول لنا أرجونا وأيرفيدا لكن ما وصلتش بقى كمان لشكراداتا. انت حضرتك جيتي تشتمينا في بيتنا؟ اقول لك حضرتك لا، بس هاخلقك شويه وما تفهمنيش غلط. شكراداتا ده احد الاطباء القدماء في الهند، وما زال بيستشهد بكتاباته ومؤلفاته لما نيجي نتكلم عن تطبيقات الايرفيدا في الطب الحديث. هو كان دايما بينصح بتناول مسحوق اللحاق مع إضافة السمن، طبعا لأن الدهون بتخلي توفر الحيوي للمركبات الموجودة فيه أفضل بكتير، رغم أن وقتها ما كانش لسه فيه معامل ولا أبحاث تثبت الكلام ده، لكن الطب الأيرفيدي عموما كان بيعتمد على الملاحظة الدقيقة. طيب دي كانت استخدامات أرجونا في الأيرفيدا من آلاف السنين. الناس في الوقت ده بالاستخدام والملاحظة اكتشفوا أن هي مفيدة للمشاكل دي، لكن الكلام ده كان بدون أبحاث ولا دراسات ولا معامل. احنا عايزين نعرف بقى ايه رأي العلم في الموضوع. هقول لك ركز معايا، والله انا شايفة ان ملاحظات القدماء هي من وجهة نظري اكثر دقة وموثوقية، على الاقل ما كانش في وقتها جهات لتمويل الابحاث ليها اجندات معينة، بس برضو هقول لك الابحاث قالت عليها ايه. فيما يخص بعض الاستخدامات اللي احنا ذكرناها، اللي الابحاث اثبتت بالفعل ان نبتة الأرجونة فعلا مفيدة وفعالة بخصوصها، زي ايه؟ زي امراض القلب وارتفاع الضغط والكوليسترول. الابحاث وجدت ان نبتة الأرجونة بتستمد خصائصها من اربع مركبات، هما التربينويدز، البيتا سيتوستيرولز، والفلافونويدز، والجلايكوسيدز. طيب مفيدة في ايه المركبات دي؟ التربينويدز دي مركبات نباتية عضوية طبعا معروفة بقدرتها على تقليل الالتهاب وعمليات الاكسدة، وبالنسبة لصحة القلب بتقدر تقلل الالتهاب داخل الأوعية الدموية وتنشط الدورة الدموية، فبتقدر تحسن وظائف القلب بصفة عامة وتقلل عمليات الإجهاد التأكسدي اللي ممكن تصيب خلايا القلب. لو مذاكرين كويس بقى هتعرفوا احنا اتكلمنا عن التربينويدز قبل كده فين تاني. فاكرين حلقة الجينكو بيلوبا، واحدة من النباتات الطبية اللي أنا فعليا مهووسة بيها، وهي نبتة برضو غنية جدا بالتربينويدز، وما يفوتكوش طبعا ان انتوا تشوفوا الحلقة. اما البيتا سيتوستيرولز دي مركبات نباتية برضو، لكن هي عندها القدرة على خفض مستويات الكوليسترول، مش خفضها طبعا بالمعنى الحرفي، احنا كده كده الكوليسترول حاجة مهمة، لكن اعادتها للمستويات الطبيعية الصحية المطلوبة عن طريق ان هي بتحد من امتصاص الكوليسترول في الامعاء، وبالطريقة دي بتقدر تحمي وتحد من الاصابة بامراض القلب. الفلافونويدز بقى دي مركبات نباتية كمان اتكلمنا عنها كتير جدا قبل كده، طبعا بتقلل الالتهاب والأكسدة وبتحسن صحة الأوعية الدموية، بس أهم حاجة بتعملها هنا إن هي بتساعد في خفض ضغط الدم. الجلايكوسيدز كمان تقريبا بتعمل نفس الوظيفة، بتخفض ضغط الدم، فطبعا تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
تحسين الدورة الدموية وخفض الضغط وخفض الكوليسترول هم الوصفة السحرية للوقاية من أمراض القلب دائما وأبدا. طيب هل في تجارب اتعملت عليها فعلا؟ وكانت التجارب دي نتائجها ايه؟ في مجموعة من الأبحاث اتعملت على مجموعات من المرضى اللي هم سبق إصابتهم بالذبحة الصدرية، تم إعطائهم 500 ميلي جرام من مسحوق اللحاء 3 مرات يوميا، وكانت النتائج إن قل معدل تكرار الإصابة بالذبحة الصدرية عند المجموعات اللي أخذت الأرجونة. لاحظوا كمان انخفاض في مستويات ضغط الدم الانقباضي وانخفاض الكوليسترول في الدم. في دراسة تانية، دي واحدة من أقدم الدراسات اللي اتعملت على الأرجونة، وكانت على مجموعة من مرضى فشل القلب الاحتقاني. إيه يا ندى فشل القلب الاحتقاني ده؟ فشل القلب الاحتقاني هو حالة قلبية القلب بيفشل فيها ان هو يضخ الدم بكفاءة كافية عشان يوصل الدم اللي بيحمل الأكسجين والعناصر الغذائية لجميع أجزاء الجسم، يعني باختصار ضعف في وظيفة القلب. وبيكون ليه أسباب مختلفة، منها مثلا ارتفاع ضغط الدم، مشاكل الأوعية الدموية، مشاكل صمامات القلب زي ضيق أو ارتخاء الصمامات، التهاب عضلة القلب، عدم انتظام النظام الكهربائي للقلب المعروف طبعا باضطراب نظم القلب. في أسباب كتير قوي ممكن تؤدي لمشكلة فشل القلب الاحتقاني. نرجع للموضوع، الدراسة دي اللي اتعملت على مجموعة من مرضى فشل القلب الاحتقاني تم إعطائهم 4 جرام من مسحوق لحاء الأرجونة 2 مرات يوميا لمدة 1 شهر، وجدوا بالفعل تحسن كبير في أعراض كتير زي ضيق التنفس، ارتفاع ضغط الدم، مع إضرار كبير للبول. وحصلنا على نفس النتائج برضو في أمراض قلب تانية زي روماتيزم القلب، ارتجاع الصمام المترالي، واعتلال عضلة القلب. اتعمل عليها أبحاث كمان فيما يخص تجمع الصفائح الدموية، واحد من أسباب حدوث الجلطات. الأبحاث وجدت أن جرعة 500 ميلي جرام من مسحوق اللحاء 3 مرات في اليوم عندها القدرة على تثبيط عملية تجمع الصفائح الدموية، وبالتالي حماية من الجلطات اللي بيسببها تجمع الصفائح الدموية، لأن الجلطات ليها أسباب مختلفة كتير. طبعا في دراسات أكتر بكتير من اللي أنا ذكرتهم اتعملت على نبتة أرجونة وكلها أثبتت فوائدها فيما يتعلق بصحة القلب، فهي يعني طلعت بجد التي لا تقارن، يعني الناس دي ما كانتش تقول أي كلام. طيب نيجي للجرعة اليومية. الجرعة اليومية من مستخلصات الأرجونة من 500 لحد 1000 ميلي جرام، ومن مسحوق لحاء الأرجونة من 1000 حتى 2000 ميلي جرام. خلي بالكم ان المستخلصات بتختلف طبعا عن مسحوق اللحاء، المستخلص طبعا افضل بكتير بالتاكيد. اما محاذير الاستخدام، طبعا لو بتتناول ادويه لخفض ضغط الدم او الادويه المسيله للدم، تناول الارجونه هيزيد من تاثير الادويه، فيفضل عدم استخدامهم مع بعض او يكون الاستخدام تحت اشراف مختص. لو تابعت حلقه النهارده للاخر وكنت بتعاني من مشكله فيما يخص صحه القلب والاوعيه الدمويه، فانصحك بشده انك تشوف حلقه دعم صحه الميتوكوندريا اللي هتظهر على الشاشه دلوقتي. بفكركم طبعا تعملوا لايك وشير للحلقه وسبسكرايب للقناه لو انتوا اول مره تشوفوني، وتسيبوا لي الموضوع اللي انتوا حابين ان احنا نتكلم فيه في المرات الجايه كومنتس، وتبصوا طبعا على رابط حجز الاستشارات في صندوق الوصف. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.